مساء الخير على كل اللي بيشوفونا النهاردة، وحلقة جديدة من أحلى واحدة. من فترة كده قلت لما تجيلك الطعنة في ظهرك بص جوه دايرتك الأول. أبشع وأحقر صفة ممكن تكون في إنسان هي الغدر. الغدار ملوش أعذار، وخصوصا بقى لو الغدر ده جاي من أقرب الناس ليك. قد إيه الإحساس ده بيبقى صعب قوي، إنك تدي شخص الأمان وتميزه عن غيره ويطعنك في ظهرك، إنك تدي حد سرك وتأمنه عليه وعلى نفسك ويذلك أو يعايرك ويتكلم عليك. الشخص اللي يخليك تلف حوالين نفسك وتفضل تسأل نفسك، هو أنا عملت إيه عشان يعمل فيا كده؟ معقول يعمل فيا أنا كده؟ الشخص اللي تيجي على نفسك عشان خاطره ويطلع ما يستاهلش، الشخص ده تبيعه رخيص، ولا حتى تبيعه، لأ ارميه وتنساه وكأنه مكان، عشان أنت تستاهل تكون مع ناس شبهك. تقابل الإحسان بإحسان. السؤال هنا اللي محتاجين نعرف إجابته، هل العطاء زيادة عن اللزوم ممكن يخلي الطرف التاني أناني؟ يعني لازم الواحد ياخد باله ويركز كويس قوي وما يبقاش العطاء ده من غير حساب؟ خلينا نعرف الإجابة دي من دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك يا أستاذة نغم، وأهلا بكل السادة المشاهدين الكرام. بنرحب بحضرتك يا دكتور، أخبار حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. وطبعا حضرتك بتسألي سؤال مهم جدا، ويمكن ما كنتيش هتسأليه لولا الحالات الكثيرة اللي أصبحنا بنشاهدها في وقتنا الحالي، اللي فيها غدر زي ما حضرتك قلتي، وفيها عدم تقدير للطرف المضحي، وشفنا حالات كثيرة جدا أو بنسمع عنها كل يوم. وهو وده حقيقي الطبيعي يا دكتور. والطبيعي يا أستاذة نغم إن الشخص لما يضحي ويعمل حاجة يعني طيبة للطرف الآخر يجد من الطرف الآخر تقدير لهذا الأمر. أما الغير طبيعي واللي أصبح منتشر بكثرة هو إن أنا أضحي علشان حد وأبذل كل ما في وسعي وأديله عطاء كتير جدا، ثم يقابل هذا العطاء بالغدر والأنانية ونكران الجميل. فبالتالي ده حقيقي. إحنا أصبحنا بنتكلم النهاردة كمتخصصين إن العلاقة المتوازنة هي إن العطاء فيها يكون متصل ما بين الاثنين، ما يبقاش في طرف بيدي قوي وطرف بياخد قوي. طب أكيد. لما بعطي كتير قوي الطرف الاخر بياخد كتير قوي، بيتعود على هذا الامر وبيعتاد ان هو خلاص مش هعمل اي حاجه، انت بس الملزمه انك مثلا تعملي الاشياء الفلانيه، وهنا بيصبح هو عنده الرتابه والروتين. واي عقل باطن بيبدا، عقل باطن لاي شخص هو بيعتاد على الرتابه والروتين، ويمكن هو يحب هذا الامر. لو وجد هذا الامر متواجد طول الوقت فخلاص هو يعتاد على هذا الامر وخلاص، وده الطبيعي. وبيتمادى ويمكن في كده. نعم، وبيتمادى في ده. ويتمادى ده كمان لو الطرف الاخر ما اعطاش، هو هنا بيلومه ويعمل معاه مشكلات، وكأن من الطبيعي ان هو يعطي اكثر. فبالتالي العلاقه المتوازنه هي القائمه على التبادل ما بين الاثنين، والعلاقات هي فيها حب وفيها منفعه برضه متبادله. انا بدي لحد حب وفي نفس الوقت وهو كمان بيشعرني بقيمتي، بيشعرني بذاتي، بيديني امور يعني مش هلاقيها غير عنده هو. انما انا اللي اعطي فقط ليست اللذه في العطاء، العطاء لله طبعا وللصدقات وللفقراء ده فيها لذه كبيره جدا. اما العطاء لطرف ما بيعطنيش بنفس القدر، فهي حتى لو فيها استمتاع في الاول فاللذه بعد كده ما بتبقاش موجوده، وبنبدا نشعر ان احنا يعني عندنا خيبه امل او احباط او ظلم او قهر من الطرف الاخر. ببساطه كده الطرف اللي هو المظلوم او كده بيحس ان هو صعبان عليه نفسه. انا اديت كتير وفي الاخر الموضوع يعني مفيش مقابل. دي كلمة قليلة، حكاية صعبان عليه نفسه. لا، هو ممكن كمان في على حسب بقى الحالة النفسية لكل شخص، وعلى حسب سماته الشخصية. في أشخاص ممكن زي ما حضرتك قلتي هو هيتوقف عند صعبان عليه نفسه، في أشخاص هيدخلوا في حالات نفسية، في أشخاص ممكن الإحباط بتاعه واليأس ونكران الجميل هو يشوفه يخليه بطل يتعامل مع الناس، خليه بطل يحب. في ناس يقول لك خلاص انا حبيت مره مش هحب تاني، اتجوزت مره مش ممكن اكررها مره تانيه. ليه؟ لانه صادف هذا الامر، فبالتالي بيبتعد عن كل ما هيجي يفكر في نفس الحاجه هيفتكر اللي كان بيحصل له، فيقول لا انا مش هخش في تجربه اخرى. وفي ناس كمان بتبتعد عن الناس ككل، مش بس في تجربه عاطفيه او علاقه زوجيه، لا ده هو بيبتعد عن الناس كلهم بسبب هذا الامر. طب يا دكتور، هل في عطاء إيجابي وعطاء سلبي؟
اكيد طبعا العطاء الايجابي هو زي ما قلت لحضرتك، هو العطاء يعني انا بتواصل مع الشخص الاخر، بديله امور، هو بيعطيني نفس اللي انا بديهوله بالظبط. هنا بقدر اقول ان ده عطاء ايجابي. اما سلبيه العطاء هو العطاء اللي احنا بنسميه بلا حدود ولا مقابل. ليه بتعمل كده؟ ليه بتبذل خساره جهدك وقصاد حد ما بيعملش؟ يمكن في عباره شهيره جدا، يعني انا ليه بعمل عشان حد المستحيل وهو نفسه ما عملش عشان الممكن؟ الممكن. فانا اعمل كل ده ليه؟ علشان الحب انا اللي بديهوله. فين اللي انا الحب اللي انا دخلي، او فين المشاعر اللي اتحركت عندي؟ مشاعر ان انا عطاء زي ما قلت لحضرتك، سعادتها ولذتها في العطاء بالنسبه للفقراء والمساكين وعطاء لوجه الله تعالى. اما لذتها في العلاقه العاطفيه هي ملهاش لذه غير لما بلاقي المقابل بتاع اللي انا بعطيه من مشاعر، اجد مشاعر واجد تقدير. واعلى قيمه عند الانسان هي قيمه التقدير، تقديره أكيد. للشيء اللي انا بعمله. وأكيد اما يا دكتور، السابق اتفضلي اتفضل. اتفضلي حضرتك وأكيد اسالي. وأكيد علشان كمان كل متبادل مستمر. صح إن لكن شخص بياخد كل حاجة وشخص ما بيديش حاجة خالص وشخص ما عندوش حاجة خالص، كده ما فيش بالانس، ما فيش، يعني كده الدنيا مش موزونة. فطبيعي ان يحصل بعد كده مشاكل، ويحصل ممكن زي ما حضرتك قلت انفصال او حاجات كتير. عندي سؤال تاني يا دكتور. يعني في ناس بتحس بسعادة في فكرة ان هي بتعطي، يعني في شخص بيبقى بطبيعته شخص معطاء ومش بيكون مستني مقابل للعطاء ده. هل الناس دي غلط؟ وهل فعلا برضو حتى مهما كان شخص معطاء بيجي عليه وقت وبيزهق؟ حضرتك سألت سؤال مهم جدا. كل الاشخاص المعطائين اللي حضرتك بتذكريهم وبيقولوا احنا مش عايزين ومش منتظرين مقابل والكلام ده كله، بيجي عليهم وقت، وفعلا لو لقوا الاطراف الاخرى مش بتديهم بيجي يعيد حساباته مع نفسه. خلي بال حضرتك ان احنا بنعيش مراحل زمنيه في حياتنا، مش كل مرحله زي الثانيه. الانسان كل ما عمره بيكبر بيبتدي يعمل ايه؟ كشف حساب للي فات. فلما بيجي يقف مع نفسه بكشف حساب ويجد ان هو اعطى ناس كتير جدا او اعطى شخصيات معينه وما وجدش هذا المقابل، رغم ان كان بيقول انا بدي مش منتظر حاجه، هو ساعتها بيبدا يشعر بالخيبه وخيبه الامل والاحباط والكلام ده. فهنا بيدخل في مراحل بقى، يعني يمكن زي حضرتك قلت في حد كده بيشعر شعور بسيط بان هو عمل حاجه وما خدش الحاجه المنتظره. ولكن هؤلاء الاشخاص هم اكثر الناس اللي بتتعب بعد كده نفسيا، لانه هو لما بيعمل كشف حساب لنفسه بيكون معاتب جدا لنفسه، ويبتدي يلوم نفسه انا ليه عملت كده؟ انا لسه مريت كتير قوي ما توقفتش، ده كان في علامه كذا كان المفروض افهم منها، ده كان في التصرف الفلاني ما خدتش بالي منه ازاي؟ فبيبدا هنا اللوم لنفسه، ويبدا يقلل من قيمه نفسه امام نفسه. دي من اكثر الاشياء المتعبه نفسيا، ان المؤلمة. انا اشعر بان انا مش مقدر من نفسي من ذاتي، يعني مقدر من الاخرين اقول معلش هم مش واخدين بالهم، انما ان انا جوايا انا اصلا ما فيش التقدير الذاتي. هنا ده اللي بيحصل لاولئك الناس، ان هو بيبدا يشعر ان هو غلط كتير جدا، فيبدا تقديره لذاته يقل. بالتالي لو تقديره لذاته يقل يحصل ايه؟ يحصل مشاعر من عدم السعادة والحزن والكآبة، ويدخل في نوبات هستيرية أحيانا، ويبتعد عن الناس ككل فجأة. فده كله طبعا بيحصل مع الأشخاص المعطائين بلا حدود. وكده يا دكتور. طيب اوقات الشخص مثلا اللي متعود ان هو ياخد بس ما بيديش حاجة خالص، بيبقى معتبر ان ده حق مكتسب ليه، وان الشخص التاني لو بطل يعمل الحاجات اللي هي زيادة اصلا او فضل منه، بيعتبر ان هو شخص وحش. فايه طبعا زي ما حضرتك قلتي، هو بعد شويه بيبقى حق مكتسب. اولا الشخص اللي بياخد فقط وما بيديش هو في الاخر شخص اناني، جدا. وهو الشخص الاناني دايما يعني احساسه ان انا دايما محتاج والاخر ده مش هو دايما اللي يديني، انا مش هدي لحد حاجه والاخر يفضل يعمل. وخلي بال حضرتك ان الاشخاص المعطائين احيان كثيره بيحولوا شخص عادي لشخص اناني، يعني هو بيكون الشخص عنده استعداد للعطاء، بيجد واحد بيديله كل حاجه من غير مقابل، وخد تاني وخد تالت وخد رابع. فهنا بيبدا يحصل ان هو كمان بيتعلم الانانيه، ويبدا يشعر زي ما حضرتك قلتي ان هو في حقوق مكتسبه. اي حاجه بنعتاد عليها مع الوقت خلاص بتصبح، اللي حضرتك تيجي تقولي لي انا بعرف اعمل كذا، طب اتفضلي اعمليه، الاقيكي بتعمليه 5 6 مرات 7 مرات، اجي في المره الثامنه تقولي لي مش قادره، خلاص اقول لك ليه مش قادره، لازم تقومي، ده دورك.
انت ازاي كده قصرتي، فتصبحي انت حضرتك المقصره. فعشان كده بيبقى هنا برضو زي ما قلت ده عدم تقدير من الاخر، واي علاقه بتدخلني في ازمات متتاليه او بتخليني ان انا ادخل في ان انا دايما بدي عطاء والاخر ما بيبادلنيش هذا الامر، هي في الاخر بتؤدي بيا الى ان انا ما بيبقاش عندي سعاده عاليه، ما بيبقاش عندي تقدير لذاتي كبير، ما بيبقاش عندي تقدير من الاخر كبير، هي في الاخر علاقه غير صحيه، والعلاقات غير الصحيه دي مصيرها ان هي بتدمرنا احنا نفسيا. طب حضرتك يا دكتور شايف مين اكتر، يعني مين اكتر، الست ولا الراجل، هما اللي فيهم مين فيهم في يعني الموضوع بتاع العطاء، يعني مين فيهم اكتر، الست لا اكتر ولا الراجل؟ اي حاجه عاطفيه حضرتك هتساليني فيها هقول لحضرتك الست، اي ست. مشاعر، لان المراه هي اكتر المشاعر بتاعتها اكتر من الرجل بثمان اضعاف، وهي كمان عندها الحزن والغضب والغيره برضو عشان نبقى عارفين يعني برضو ايه من ضمن المشاعر، فاي مشاعر ايجابيه او سلبيه المراه عندها بتبقى ازيد، ففي العطاء المراه طبعا ازيد بكتير. ولكن هنا لو بنتكلم على عطاء رجل لامراه يعني زوجه او علاقه عاطفيه، لما بيجي بقى العطاء برضو بتاع الابناء والكلام ده يعني بيبقى ممكن يتساوى، لو الاب حنين شويه بيبقى طبعا اكيد بيدي عطاء كتير جدا. وفي نوع من انواع العطاء اللي هو بقى ايه، انا خدت حاجه يعني مثلا واحد كبير في السن تزوج فتاه مثلا اصغر منه بكتير جدا، فهنا هو بيبقى العطاء بتاعه هو الاكثر بالنسبه لها، لان هو حاسس ان هو خد قيمه اكبر منه، هو يستحق، هو تقديره لذاته كده، انا استحق ايه واحده في سن، اخدت حد اصغر بكتير، فبالتالي هنا بيبقى عندي حته ان انا لا ده انا المفروض انا اللي ادي طول الوقت، والطرف الاخر بيبقى منتظر هذا الامر، ولكن ده مش كتير، انما الاكثر هو عطاء المراه، هو بالتالي هو عطاء اكثر بكتير من عطاء الرجل. يعني ده طبيعي ان تكون الست عطائها اكتر من الراجل. ده اشياء طبيعيه يعني نتيجه تركيباتها الشخصيه، ما هو ربنا خالق فيها ايه؟ خالق فيها الحمل والامومه وتعب الولاده والحاجات دي كله، لو هي ما عندهاش حته العطاء وحته المشاعر الفياضه فبالتالي ما كانتش هتقدر على كل هذه الامور، فربنا خلقها فيها. يمكن والرجل يمكن اكتر عمليه من المراه شويه، وممكن يشوف ان في حاجات ما لهاش مقابل، طب اعملها زياده ليه؟ بس اما اكيد يا المراه دكتور بتدي لكل، الطلاق. اكيد يا دكتور لكل قاعده شواذ. طبعا. لكل قاعده استثناءات، اكيد يعني حضرتك تقصدي بيها يعني ان كان في رجاله طبعا اكيد بيبقوا مختلفين، ولكن انا بتكلم حضرتك لما سالتيني مين اكتر؟ مين اكتر من خلال الواقع اللي احنا بنشوفه هي المراه، لان انا بتكلم على يعني طبيعه فسيولوجيه خاصه بالمراه، اما كل قاعده فيها استثناءات، ممكن يبقى الرجل اكيد هو طبعا في اوقات تانيه بيعطي المراه اكتر، انا قلت حتى حاله من ضمن الحالات او بعض الحالات بتبقى فيها هذا الامر. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، واستفدنا من حضرتك جدا، ونطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. مكملين حلقتنا، وبما اننا برنامج احلى واحده، فاحنا النهارده ضيفتنا احلى واحده فعلا وبشكل رسمي، شخصيه مميزه وفازت بلقب مهم جدا في مسابقه بنت مصر ميس ايجيبت. من خلال المسابقه كان ليها دور كبير في الترويج للاعمال التطوعيه والخيريه في مصر، زي دعم مستشفى 57357. معانا النهارده الحاصله على لقب ملكه جمال المتزوجات لعام 2024 مريم عوض. منورانا يا مريم. ميرسي، ده نورك. شكرا، يعني شكرا على التقديمه الحلوه دي أصلاً. حبيبتي والله بجد، لا شكرا. تستاهلي، لان انت مميزه و بس ايه الجمال ده. شكرا، انت احلى. يعني بصي، يعني انا عايزه اتكلم معاكي كتير عن المسابقه، بس عايزه الاول اعرف عنك، يعني عن مريم. مريم عوض قولي لي. اوكي، انا مريم عوض، انا اتخرجت من كليه علوم جامعه القاهره، وبعديها اشتغلت في مجال الادويه. انا كنت قسم مايكروبيولوجي، كيمستري مايكروبيولوجي، فده قسم اكتر للتحاليل دقيقه وكلام زي كده. فابتديت شغلي في شركات الادويه، وحاليا انا مدير اقليمي في شركه من اكبر شركات الادويه في الشرق الاوسط. وكان حلم من وانا صغيره ان انا عايزه اقدم في مسابقه ميس ايجيبت من قبل حتى ما اتخطب واتجوز والكلام ده كله. بس حصل اكتر من ظرف كده في حياتي، فللاسف ما كنتش عارفه في الفتره دي اقدم. فلما اتجوزت قلت خلاص بقى، يعني ما بقاش، يعني مش نصيبي، مش الحلم. افتكرتي ان الفرصه خلاص راحت. يمكن السنه اللي فاتت كانوا اول سنه يفتحوا التقديم،
للمتزوجات. فانا اول ما لقيت ده قلت لا خلاص ان شاء الله السنه الجايه هقدم. واول ما السنه دي يعني ابتدوا يفتحوا التقديم وكده، فانا يعني كنت من اول الناس اللي حبيت اقدم، عشان بجد ده كان حلم يعني. حلمك اتحقق بجد الحمد لله يعني. انتي الحمد اكيد لله. اكيد طبعا خبر ان هم يفتحوا ملكة جمال المتزوجات دي كانت بالنسبة لك حاجة يعني السنة اللي عظيمة. فاتت بصراحة يعني أول ما شفت كاس السنة حسيت إن أنا لا أنا لسه حلمي موجود يعني، يمكن إن شاء الله أقدر أحقق حاجة منه، فقلت أقدم وسبته على ربنا طب يعني. كنت الحمد متوقعة لله ان انتي تفوزي خالص بجد؟ بجد. كل البنات بجد حلوين، كل البنات جمال، وبجد كلهم كل واحدة فيهم تستحق اللقب طيب بجد. دي حاجة فيمكن حلوة منك يعني، لا حاجة فعلا بجد تليق بملكة جمال مصر. ميرسي بجد. هما كلهم كوينز يعني، كلهم بجد كانوا بيشتغلوا كتير قوي على نفسهم، كلنا تعبنا، وكان في تدريبات كتير قوي وحاجات كتير قوي مطلوبة مننا كمان ان احنا نعملها داخل المسابقة. فلا كلهم يستحقوا بصراحة. مريم، ازاي جات مشاركتك في المسابقة، ويعني ايه ملكة جمال مصر للسيدات؟ اوكي بصي، هو الموضوع يعني جه صدفه ان انا وانا بقلب كده لقيت ان هم فتحوا باب التقديم تاني، فقدمت على لينك، وبعدين رحت انترفيو مقابله. كان في حوالي 80 بنت، 80 وبعديها بنت 80 بنت بيشاركوا. بنت وسيده يعني، لان هم اوريدي فتحوا الباب كمان لمس زي مس مسز. حلو قوي، فكان في بنات وسيدات يعني مقدمين على اللقب متسلقات. متسابقات، وكنا تقريبا حوالي 80 واحده. وكان الفاينل اللي اختيره يعني من اليوم ده كانوا حوالي 24 واحده. 24 عدد كبير برضو. 24 عدد كبير فعلا، وده بقى بيخلينا يعني في منافسه اكبر يعني، أكيد. انا طبعا. كتير وهم القاب بسيطه يعني. فابتدينا بقى من هنا، عرفت ان انا اتقبلت، وبعدين ابتدينا نعمل بقى يعني، كان عندنا تدريبات كتير قوي الاول، ازاي نتكلم، ازاي نتعامل مع اي حاجه او اي موقف يقابلنا. الإتيكيت وال بالظبط. وبعديها ابتدينا بقى نعمل زي اعمال تطوعيه كتير يعني، رحنا مستشفى 57 فعلا، رحنا مستشفى الناس. بعديها كمان رحنا يعني من فعاليات المسابقة ان احنا برضو نروج للسياحة، فرحنا مكتبة اسكندرية، وكنا بنوثق ده كله بصور وفيديوز على السوشيال ميديا عشان وهاشتاجز وكده، زي الترندز اللي هي كام تو ايجيبت والحاجات اللي بتشجع السياحة. فده اللي احنا كنا بنحاول نعمله كل واحدة في الاكونت بتاعها عشان دي مراحل كتير، دي مراحل بالظبط. كتير يا مريم، بتاخد وقت قد ايه المراحل دي؟ احنا تقريبا المسابقة كلها كانت من بدايتها لحد الفاينل كان حوالي شهر ونص، شهر ونص فكان الموضوع كان تقريبا كل يوم او يوم ويوم بس، شهر يعني. ونص وقت قليل قوي على كل التفاصيل اللي انت بتحكي فيها. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني ما عشان كده احنا تقريبا ما كناش بنروح يعني، كنا اكيد. يوميا. طب ده كان في ارهاق كبير عليكي. حقيقي. وطبعا يعني بتقولي ما كناش بنروح، في ارهاق وفي مجهود جبار بيتعمل، وخصوصا ان انت ملكه جمال، فانك تظهري بالشكل وتبقي محافظه على الشكل والنظام والتفاصيل بقى طبعا اللي احنا عارفينها بتاعت ملكات الجمال، وبيبقى كل يوم كل يوم في تفاصيل وفي حاجات بتتعمل، صعب شويه. كان في يعني التدريبات والسكادول بتاعنا كان واضح من الاول، ان احنا عندنا مثلا اليوم ده زياره كذا، اليوم ده زياره كذا، فكنا بنرتب لده. وكان في تدريبات كتيره قوي، بس يعني كنا بنحاول يعني بنحاول يعني. بصي انا شايفه بجد ان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها يعني، انا كنت بعمل ده وانا مبسوطه جدا، كانت مش تجربة حاسه ان حلوة. انا مراقبه، بالعكس انا عايزه اروح وانا اصحى اشوف بكره في ايه عشان اخلص اللي اقدر اعمله، واحاول اتفوق على نفسي في اليوم ده يعني. انا كنت بس عايزه ابقى كويس يعني، اليوم ده اطلع كويسه. الحماس ده بقى علشان ده حلمك من زمان، ولا علشان لقب ميس ايجيبت لقب كبير؟ هو لقب كبير طبعا، ويمكن شرف كبير قوي ليا ان انا اقدر يعني، ربنا اداني الفرصه دي ان انا ابقى موجوده النهارده هنا واخده اللقب ده. بس ستيل برضو ده كان حلمي من زمان قوي، فانا مبسوطه قوي ان انا حققته يعني. يعني فكان في بقى يعني اكيد يعني كان كلك حماس وفرح. طب حسيتي بايه لما فزتي باللقب؟ بصي كل اللي بيسالني السؤال ده بقعد اقول له كان في احساس، احاسيس متناقضه كتير يعني. انا مبسوطه قوي، وفي نفس الوقت حاسه اني عايزه اعيط، وناس كتير قوي بص عليا، وكاميرات كتير في كل حته.
فكنت وقلبي بيدق من الخوف قبل اعلان النتيجه، وفي نفس الوقت بعد اعلان النتيجه من الفرحه، فانا مش مصدقه. مش عارفه اوصف، يعني كان احساس حلو قوي بصراحه. احنا معانا بقى اللحظات الحلوه اللي انت عشتيها وقت اعلان النتيجه، فخلينا نشوف الفيديو مع بعض. يعني انا شايفه الناس حماسك. كلها كانت عارفه. بس يعني ما توقعتيش خالص ان انت ممكن تفوزي في المسابقه خالص 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 بجد. يعني كنت بعمل كل يوم او اي تاسك بيتطلب مني كنت بعمله وسايبه بقلبي على ربنا، وبجد فعلا كلهم فعلا كانوا يستحقوا اللقب بجد، هما كلهم فعلا ملكات يعني بجد اللي وصلوا للمرحله دي، والمجهود اللي احنا عملناه وبذلناه. لا انا شايفه ان احنا طب اول ما اعلنوا عن اسمك، اول ما سمعتي اسم مريم عوض، يعني استوعبتي على طول ولا قعدتي وقت على بال ما استوعبتي او ما صدقتيش؟ بصي ما كنتش مصدقه، بس اول ما سمعت اسمي حسيت ان انا فخوره، حسيت ان انا فخوره، واهلي اللي قاعدين هيبقوا مبسوطين قوي. دي كانت اهم حاجه عندي، كان نفسي يوم ما يجوا ويبقى يعني في الفاينل نايت نروح مبسوطين، يعني دي كانت والحمد اهم لله. حاجه. الحمد لله. مبروك يا مريم. الله يبارك فيك. استفدتي ايه من التجربه دي؟ بصي انا هقول لك، انا كنت نفسي اصلا اقدم ليه، او لما حتى سالوني السؤال ده انا رديت ليه. انا يمكن من خبرتي في مجال الادويه وعلاقاتي مع البيشنتس والمستشفيات والكلام ده، انا كنت بشوف قد ايه الناس بتعاني بجد، وكنت مش عايزه اعمل ده تحت اسم مريم او الشركه، انا عايزه اعمل ده بشكل اكبر. يعني لو اقدر اعمل حملات توعيه، اقدر اعمل حملات نجمع تبرعات لاماكن كبيره، او اقدر ابدا بنفسي وابقى يعني مثل ناس تقدر تعمل ده ورايا. فانا ده كان الهدف بتاعي الوحيد، ان انا شفت قد ايه ناس على الويتنج ليست، شفت قد ايه ناس قاعده مستنيه دورها. يعني اكتر حاجه فكرتي فيها انك تكوني قدوه للخير بالزبط. وتخلي الناس تقتدي بيكي في ان هي تعمل خير كتير، خصوصا للمرضى والناس اللي بتعاني والناس اللي مش بتلاقي اماكن والناس اللي مش بتعرف تتعالج ازاي. بالظبط، كان ده يمكن اهم هدف ليا، ولما سالوني هو ده كان اول رد ليا، لان ده اللي انا شفته ولمسته سنين. من خلال بقى المسابقه اكيد اشتغلتي على مشاريع كتير، كلميني عن المشاريع اللي انت اشتغلتي عليها، وطبعا اكيد كنت بتتعرفي على ناس اكتر وبتقابلي ناس اكتر، فكلميني بقى عن الموضوع كله كده كمغامره وكحاجه حلوه انت كان نفسك فيها. انا يمكن 57 كنت يعني قمت بزيارتها قبل كده، فانا ما كانتش اول مره. يمكن مكتبة اسكندرية اللي كانت أول مرة أخشها بصراحة، أو أشوفها من جوه بشكل تاني، معانا تور جايد بيكلمنا عن كل حتة وكل مكان جوه، وبصراحة انبهرت. يعني انبهرت من المعمار الداخلي للمكان، وانبهرت من كمية المعلومات، وقد إيه مش عارف الـ 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 السقف بتاع المكتبة بيدخل أشعة معينة من الشمس عشان ما يبقاش ضار على الكتب ولا على القراء، وحاجات أكتر من تفصيلة. أنا بصراحة انبهرت وكنت فخورة إن في مكان زي كده في مصر. يعني ما كنتيش تعرفي بقى المعلومات دي ولا كان في معلومات؟ لا ما كنتش أعرفها، كنت أول مرة أسمعها من التور جايد اللي كان معانا يومها وكان بيعرفنا على المكان. كمان كان في جوه المسابقة الكبيرة مسابقات صغيرة، يعني كان عندنا مسابقة اسمها مس إيكو دراس، كان فكرتها إن احنا نعمل دراس من مواد ضارة بالبيئة، يبقى دراس حلو اقدر البسه في اي مناسبه، وفي نفس الوقت هو من غطيان الكنز، من بواقي سيديهات قديمه، من بلاستيك، من حاجات مضره للبيئه وما بتتحللش. فكنا بندور على افكار، كل واحده فينا بتدور على فكره تعملها ان هي تطلع بدرس شكله اليجنت، وفي نفس الوقت يبقى هي عملت الهدف اللي احنا عايزين نوصله. فده كان تحدي بصراحه بالنسبه لي كبير، ان انا ادور على فكره كويسه واقدر اعمل ده، وتشجيع لكل بنت ان احنا نقدر نعمل حاجات مش لازم من الماتيريالز المتعارف عليها، ممكن نستخدم ماتيريالز ثانيه وتطلع دراسه حلوه جدا. وده اللي حصل فعلا. اكيد. طب ايه يا مريم الخطط بقى اللي جايه اللي انت بتسعي ليها او بتخططي لها دلوقتي، او ايه الحاجات اللي انت بتتمني ان هي تحصل في المستقبل او الاثنين؟ يعني ايه الخطط أوكي. اللي انت بتسعي فيها دلوقتي والحاجات اللي انت بتتمني ان هي تحققيها او تحصل؟ هو طبعا مين هتبقى الاعمال التطوعيه، يعني زي ما قلت لك في الاول انا كان المين بتاعي موضوع المؤسسات الخيريه والمستشفيات اللي قائمه 100% على التبرعات، دي كانت المين بتاعي في الاول. كمان انا كنت حابه اعمل حملات توعيه للصعيد مصر، يعني حتى كنت اتكلمت مع المقيمين على المسابقه ان احنا نقدر نعمل ده.
عايزة أعمل ده في الصعيد، لأن أنا بشوف إن البنات في الصعيد يمكن في التعليم الموضوع بيبقى أقل شوية من الولاد. أكيد. في بنات كتير قوي بتتعلم لحد سن معين وتقف أو ما بتتعلمش أصلا. فكنت حابة إن احنا نعمل حملات توعية، لأن كل بنت أو أي حد في الدنيا من حقه إنه يتعلم، يعني من أكيد حقه إنه يتعلم، طبعا وده ده حق ليه يعني. أكيد. فدي كانت برضو حاجة من ضمن المشاريع اللي أنا محتاجة أعملها الفترة الجاية إن شاء الله. كان برضو عندي مشروع التالت، وهو غير التعليم ختان الإناث. يمكن برضو احنا لسه ستيل في 2024 وده بيحصل، فكنت حابة ان انا اعمل حملات توعية، مش بس بكلام ان جماعة ده ما ينفعش وده غلط وضار نفسيا وجسديا على البنت. كنت حابة بنات وستات يبقوا حصل لهم كده فعلا ويشاركوا بوجودهم. يمكن لما حد يسمع ده يعرف قد ايه ان ده مؤذي او ضار نفسيا من شخص مر بالتجربة، مش بس كلام وخلاص. فدي كانت تالت مشروع ليا بصراحة احنا محتاجة اعمل. بنشكرك جدا جدا يا مريم، ميرسي ليك. وكمان شكرا عايزين نبارك لك تاني وتالت شكرا ورابع على اللقب، شكرا فعلا تستاهليها وتستحقيها بجد، شكرا وبنتمنى لك كل التوفيق وكل حاجة حلوة يعني في المستقبل ان شاء الله، وتحققي كل اللي انت عايزاه. ميرسي بجد، ميرسي ليك، شكرا بجد. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. ومكملين حلقتنا، وضيفتنا النهاردة شابة طموحة قدرت خلال 3 سنين بس تبقى براند ناجح ومميز جدا في عالم الأزياء، وهو براند تنورة. مش بس بتصمم كل حاجة بنفسها، كمان بتختار الخامات وتعمل الديزاينز بشكل يناسب كل البنات سواء المحجبات أو غير المحجبات. خلونا نرحب بصاحبة براند تنورة، أمنية عبد الهادي. منورانا يا أمنية. نوري كان عاملة ايه؟ الحمد لله انت منورانا، وعايزين نعرف اكتر عن بقى نجاح مشروعك وبدأتي ازاي، ويعني قولتنا كده شوية تفاصيل عن براند تنورة. هو الاول انا بدأت من قبل كورونا، كنت بقى باخد كورسات تفصيل وحاجات كده عشان اعمل بس حاجات لنفسي، عشان خاطر انا حابة الموضوع بحب ده وكده. وفي نفس الوقت ما كانش فيه لبس محجبات كفايه، يعني كان كل ما تروح تشتري من اي مكان تلاقي لبس المحجبات قليل قوي او مش مناسب للحجاب المناسب وكده. فجينا وقت كورونا، طبعا كل اللي كان عنده موهبه بيطلعها اكيد. فكنت بقى بعمل لنفسي وكده، ولقيت ان بيعجب كل اللي حواليا ومش عارفه ايه، فقلت ليه لا، طب ما ابدا حاجه مثلا تفيد ابدا اللي مشروع حواليا كمان، تناسب حد كان عايز برضو لبس محجبات شويه يبقى حلو مختلف مميز كده. بس ومن انا هنا شايفاكي بدات. عامله محجبات وغير محجبات، فانتي ده كان بدأتي بعد كده الغير محجبات؟ بعد كده بقى يعني حسيت ان ما اعمل الاثنين، بحيث ان لما اعمل محجبات ومش محجبات ده بيدي توسع اكتر لنجاحي انا، لشغلك انت. وفي نفس الوقت بيخليني ان انا يبقى عندي افكار زياده، لما أكيد. ابقى عايزه اعمل حاجه للاثنين بيزيد افكارنا وكده يعني. يعني الفكرة جات لك وقت الكورونا، استغليتي الوقت كويس. ايوه قلتي بدل بقى ما اقعد فاضية في البيت واعمل كيك وكيك العشر كنت بعمل دقايق الاثنين. كنت بتعملي الاثنين؟ لا ما شاء الله شطورة. طيب وعملتي تصميمات، بدأتي عايزة اعرف ايه اول تصميم حبيتي تنفذيه في البراند بتاعك غير اللي انت كنت بتعمليهم لنفسك؟ جيب، انا كنت بحب اعمل الجياب جدا، كنت حاسه ان لا، هي الجياب مناسبة حاجه للحجاب. مناسبه للحجاب، وفي نفس الوقت تبقى فضفاضه بقى كده، وكنت ناويه ان انا اعمل حاجات مودست اكتر يعني. فلقيت ان الجياب لذيذه، وفي نفس الوقت انا بحب الكارديجانز برضو، فانا بدات الاثنين دول اصلا. كنتي بتخيطي بايدك؟ ايوه، كنت انا اللي بقص اصلا، انا اللي حلو كنت قوي. بقص، وكنت بقى بروح ورشه عشان خاطر الفينش يطلع احسن، عشان طبعا اكيد. لو في البيت هيبقى مش احسن حاجه، فكنت بقى بدور على ورش وكده. فروحت ورشه، كان هو اللي انا اقص وهو يقفل لي بس في الاول، ده في البدايه. طب ايه الاصعب بقى، ايه اصعب حاجه في التصميم والتنفيذ؟ ان انا الاقي مصنع اصلا دلوقتي، يعني دلوقتي حاليا ان انا الاقي مصنع او ورشه ان هي تعمل لي الحاجات، ده كان اصعب مرحله في المراحل كلها.
طيب وبالنسبة للموديلات نفسها ايه اصعب حاجة؟ يعني البنطلون مثلا كان بياخد منك وقت اطول، السكيرت، الفستان، ايه؟ لا ما هو عشان انا ما عملتهمش، كان المصنع اللي بيعمل، فكان هو اللي بيعمل، فكان بس انا يعني الاول كان كانت الوقت كانش احسن حاجه في الحاجات كلها، بس دلوقتي عشان وقت. فدلوقتي عشان بس خاطر برافو عليك. المصنع كويس معايا يعني، فلا هو تمام بيظبط لي الوقت بالظبط زي ما انا عايزه وكده يعني. بدأتي الاول بخامات ايه بقى؟ كنت بدأت بالكريب والشيفونات والستانات برضو. وبعد كده بقى فيه طبعا عندك خبره اكتر، فبقيتي تختاري خامات الخامات اللي مناسبه بقى لينا ما تبقى كبنات. كبنات ومريحه اكتر، ما تبقاش ما كل شويه نكوي ونعمل الحاجات اللي بتضايقنا احنا خارجين دي، فبدات عندي خبره اكتر بقى. حلو قوي. طب احنا النهارده معانا بقى حاجات عايزين نشوفها عملي، يعني انت جايبه لنا حاجات حلوه عايزين نتفرج عليها. خلي الموديل تتفضل، قولي لي الفكره بقى بتاعت هاف اند هاف دي، اللي هي نص في نقشة ونص سادة، قولي لي بقى. كنت عايزة أعمل حاجة أعرف ألبسها بكذا فكرة، إن أنا ألبس التيشيرت لوحده والبنطلون لوحده والحاجات دي كلها، فلقيت إن مش منتشرة فكرة إن النص والنص ده، فقلت يعني فكرة أنا أول مرة أشوف ست النص يعني بستايل ونص التاني، بس شكلها يعني شكلها بجد حلو قوي، وكمان هي تنفع تتلبس صبح وليل. بالظبط. حلوة قوي، شكرا. نشوف الموديل التاني، وده كمان حلو. هو ده الماتيريال بتاعته ايه بقى؟ كتان. كتان، الكتان حلو قوي للصيف. يعني مريح. هو يعني بالنسبه لنا احنا يعني الستان حلو قوي، بس الكتان كمان في الحته اللي هو بتاعت يعني الستان ساعات بيبين لو في عرق، ميه، اي حاجه من الحاجات دي بتبان، لكن الكتان لطيف. مش هيبقى مناسب للصبح يعني، ان انا ابقى نازله الصبح رايحه النادي، رايحه خروجه شوبينج اي حاجه، مش هبقى لابسه ستان يعني. الكتان الطف. لا ودي كمان لطيفه قوي، وان انت عاملاها كلها من نفس الماتيريال. حلوه قوي، وبرده بتنفع تتلبس بكذا ستايل اصلا يعني، ده لوحده وده لوحده، ومناسبه بقى المحجبات مش محجبات كده يعني. لا حلوه قوي قوي، شكرا. كلمينا بقى عن اللبس اللي بيطلب منك اكتر، مثلا للجامعه والشغل، واللبس اللي بيطلب بتلاقيه بعدين. انا عارفه ان انت طبعا كنت عامله كولكشن هايل لرمضان، وكمان طبعا احنا بقينا في وقت العبايات كمان بتطلب، بس خلينا الاول نتكلم عن الحاجات العمليه اللي هي بتاعه الشغل والجامعه. الحاجات دي بتكون اللي هي بقى سنه السوت، الكارديجانز كمان البنات بتطلبها جدا وبتحبها جدا لانها سهله وسريعه كده، وبس هو دي الحاجات اللي اكتر حاجه البنات بتطلبها اصلا دلوقتي عموما. واعتقد برضو في الشغل بيحبوا يلبسوا الشميزات اللي هي الستان والكتان. بتعمليهم بقى باشكال والوان مختلفه؟ ايه اكتر الوان او ستايلات بتطلب منك؟ الكارديجانز بصراحه برضو. بجد لا هي دي حقيقه، هي الكارديجانز يمكن هي عشان سهله وبيتلبس تحتيها اي حاجات اللي هي البيسك وتتنزل بيها على طول. لكن لكن الحاجات التانية بقى بتبقى يعني بتبقى كاستمايز كده يعني. طب الفرق بقى بين الحاجات بتاعت الصيف والحاجات بتاعت الشتاء، اكيد الديزاينز بتبقى مختلفه، واكيد الحقيقة كمان الالوان وكل حاجه بتبقى مختلفه. واحكي لنا بقى يعني بتعملي ايه في الشتاء اكتر؟ انت عملتي اكيد كولكشن شتوي؟ لا ما عملتش للاسف لغايه دلوقتي، لسه ما بداتيش. عشان انا لما كنت بادئه في الاول من 3 سنين وقفت فتره كبيره، لحد مثلا من 3 4 شهور فات او 5 شهور تقريبا، ورجعتي تاني. ورجعت تاني، فكنت بادئه في الصيف وبدات تاني في الصيف، فما لحقتش اعمل للشتاء خالص. طب حاجه، انت عندك افكار للشتاء؟ ان شاء الله بجد. عندي يعني افكار، يعني هنشوف كولكشن حلو للشتاء ان شاء الله. استنيني. طب قولي لي هتستخدمي خامات ايه؟ استخدم طبعا الجينز موضه جدا في الشتاء السنه دي، معاه بقى طبعا الحاجات بقى التانية اللي هي بالفرو بقى. يعني داخلين جامدين في الشتاء، داخلين تطعمي الحاجات دي بقى بالجينز، بتبقى مديه شكل اصلا اكتر. واحنا كمان عندنا دلوقتي صور للستايلات بتاعتك، ممكن تقولي لنا؟ حلو ده قوي، الوانه حلو قوي.
ايوه الكارديجان ده كنت فكرته ان انا يعني مش موجود، يعني مش موجود، يعني مش موجود الشكل ده، ما فيش حد عامله قبل كده، فحسيت انه مناسب بقى اكتر مثلا انا خارجه بالليل فرح مش قريبي، مناسبه مش قريبه قوي، الناس اللي بتبقى محجبه قوي قوي ومش عايزه اي تفاصيل تبان، فشكله لطيف، واعتقد ان الوانه حلو قوي للبحر، وده كمان يعني ده الازرق ده هاند ميد. اصلا ده هاند ميد، يعني الحاجات اللي على الكم دي كلها اصلا هاند ميد. انت اللي عاملاها ولا لا مخليه حد يعملها؟ بصراحه حلو قوي. خليت حد ده يعمل. خامته ايه؟ ده ستان الماتيريال. بصي الستان ستان رويال شكل ده ستان، ما هو كذا نوع انواعات ستان كتير، فده كان ستان رويال. وانت بتعملي بقى الوان كتير من نفس الديزاين ولا لا بختار الوانات اللي هي انا شايفه ان هي ترند الصيف ده، مناسبه اكتر للمناسبه دي كده يعني. طب لو حد طلب حاجه منك يعني ليه هو بس، هتعمليها له؟ لا ولا لون؟ لا كنت الاول بعمل كده، بس كان الموضوع بقى مرهق عليا قوي، خصوصا بقى كنت باخد مقاسات وحاجات كتير واللون كمان مكلف لو انت هتجيبي الماتيريال ليه هو لوحده. بالظبط كده، فكان بقى تكلفه والورشه طبعا عشان بتبقى قطعه واحده، فطبعا تبقى تكلفه اكتر، وطبعا هضطر ان انا ابيع بنفس السعر اللي انا اصلا ببيع اكيد بيه. طب نشوف الصوره دي كمان، دي الماتيريال ايه؟ ده كتان برضه. كتان هو بس ده درس بقى طبعا مودست اكتر، وللبنات البنات محجبه اكتر يعني، مريح قوي اصلا فعلا شكله حشمه، وده كمان محتشم وشيك وفعلا حلو قوي وده برضه كتان حلوه حلوه قوي. الله بصي انا بعشق الاورنج ده. اورنج داخل معاه اصفر صح؟ ايوه. ده كارديجان ولا دريس؟ لا كارديجان. بكذا ستايل بقى، ينفع يتلبس بكذا ستايل في كذا مكان، كل حاجه. لا هو أيوة بحر اكتر يعني، هو سمر فايبس اكتر. لا بس هو كمان يعني بصي ممكن تلبسيه في اكتر من مكان. لا هو شكله تحفه، وكمان ده حشمه قوي. ايوه ده حقيقه. ستايل الفساتين السنه دي منتشر قوي صح؟ والناس بقت تلجا يعني، محجبات بقى مش محجبات بيلجاوا ان هم يلبسوا الفستان علشان هو سريع وسهل وبسيط وما فيهوش اي حوارات بقى. ده حقيقه. بس ده حلو. ده حقيقه. واللي احنا شايفينه ده حلو قوي كمان. ده برضو نص هاند ميد، والبومه دي برضو تحسيها هاند ميد. ايه بقى ده، خيوط ولا خيوط. احجار ولا؟ لا ده خيوط. الجزء اللي هو الاسود ده خيوط. حلو قوي شغل الخيوط كمان حلو. اكيد بياخد منك وقت طويل. بياخد وقت قد ايه تقريبا؟ على حسب المكان اللي بتعامل معاه، لو سهل لي الدنيا كده فده يومين ولا حاجه. بتفرق قطعه عن 10 قطعه عن 1000 قطعه بتفرق. اكيد بتفرق في الوقت معاهم كمان. اكيد. بس هو شكله حلو قوي، وكمان هيبقى مناسب لرمضان. ده لطيف قوي، ولو تحته دريس برده هيبقى شكله حلو قوي قوي. دي حقيقه. ولو الدريس مثلا كله لونه ابيض لا شكله حلو قوي. بس كنت حاسه ان انا عايزه اعمله بقى اللي هو بحر وكده، كان كوليكشن السمر يعني، او حاجه فيتلبس بقى الكشميو، فكان بقى تحته بقى باين ان هو تحته مايو يعني شبه المايو، بس عشان خاطر يعني البنت يعني انا اجيبه مثلا منك البسه كفر اب على البحر، وبعدين اخرج البسه تحت خروجه عاديه خالص، بيتلبس تحته بيزك اي حاجه. حلو قوي. كلمينا بقى يا امنيه عن الحاجات اللي اول ما اشتغلتي حسيتي ان هي لا انا مش عايزه اعمل زي الناس دي، يعني مثلا الديزاين ده لا انا عايزه ابعد عنه مش عاجبني. ايه اكتر تصميمات او حاجات قلتي لا انا مش عايزه اعملها في شغلي، مش عايزه اخليها في تنوره؟ هو في العموم اصلا انا ما بحبش يعني، انا ما بحبش ابقى انا يعني انا في الطبيعي عادي لو اللي بحد لابس نفس الحاجه تمام مش مشكله، كده كده بتفرق مين اللي لابس اصلا يعني. فكل واحد واثق في نفسه يعني. فلكن في شغلي انا كنت عايزه اكون متميزه، يعني اللي هو اللي عندي مش زي اللي عند غيري، مش زي اللي عندي، عشان اقدر ان انا اجمع يعني ناس تطلب مني، فده طبيعي لازم ابقى مختلفه عشان شغل وكده. اكيد. طب انت ما فكرتيش تاخدي كورسات وتخلي الموضوع فيه دراسه اكتر، مثلا تدرسي اونلاين تاخدي كورسات، يعني ما فكرتيش في ده ولا فكرتي؟ انا واخده اصلا كورس تفصيل، التفصيل ده ليا اللي كان ليا اصلا دبلومه. حلو قوي. وكنت واخده دبلومه فاشن ديزاينر اصلا، اللي برسم بقى كل الديزاينات وكل الحاجات دي اصلا انا واخداهم اوريدي. والدراسه بتفرق معاكي؟ يعني فرقت ان احنا حولنا الموهبه لدراسه، بقى الموضوع يعني اتقل. لا وغير كده بتكتسب خبره من يعني التيتشرز بتوعي، كنت بكتسب خبره منهم حاجات كتير طبعا. يعني هم اكيد عندهم خبره اكتر، فكنت بيلفتوا نظري لحاجات تانية انا ما كنتش واخده بالي منها اصلا.
يعني انت قلتي لا انا هبقى مميزه ومش هعمل حاجه زي حد، حتى لو الديزاينز دلوقتي هي اصلا اصليه، يعني كل الديزاينز معروفه. اه بالظبط. بس انا هحط فكري، انا فكري كامنيه، احط الفكر بتاعي في البيس بحيث اخليها اللي يشوفها يقول دي بتاعت تنورة. دي حقيقه. طب حلو. وغير كده يعني حتى لو نفس اللبس، يعني مثلا ده بيجي تانية مثلا بتعمل كارديجانز وكده، وانا نفس بعمل نفس الكارديجانز، بس بتفرق وقتها في الماتيريال بتاعتي مش بلاقاها عند اي حد، مش بلاقاها في اي بيدج اصلا خالص، فده اللي بحس نفسي فيه ان انا مميزه اكتر حاجه، فده اللي بيخليني اتعب اصلا عشان كده. وعلى فكره انا بيفرق معايا اكتر حاجه هي الفينش، يعني تقفيل الحاجه بيفرق في شكلها في الاخر، يعني بيميز الحاجه الحقيقة. الحلوه النظيفه اللي الناس بتدفع فيها فلوس تبقى مرتاحه، عن الحاجه اللي ممكن حتى يكون شكلها حلو بس انا مش هقدر اشتريها او البسها، لا الفينش بتاعها وحش، طالع منها حاجات، الخياطه بتاعتها مش مظبوطه، المقصوصه غلط، كل الحاجات دي طبعا دي حاجات بتبوظ الديزاين تماما. يعني دي حقيقه. هو اصلا الفينش اهم حاجه في البيس دي أهم كلها. خطوة. فدي اهم حاجه، غير كده ان ده اللي بيخلي العميل يرجع لك تاني. انا اصلا انت لو جبت منك مره ولقيت الفينش بتاعك مش احسن حاجه، القطعه بعد ما تتغسل بتبوظ، بيحصل لها حاجه، فانا ليه اللي هيخليني ارجع لك تاني؟ فكان دي اهم خطوه في كل الخطوات كلها، اللي هو ان انا اطلع فينش حلو، وده اللي كان صعب عندي عشان ان انا الاقي مصنع حلو اصلا. خلينا بقى يا موني نشوف الموديل دي معانا، اتفضلي. حلو قوي 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 ده، وفعلا البومه شكلها تحفه، الشغل ده هاند ميد صح؟ بجد فظيع. واللي فيه ده اوصفي لي بقى كده الديزاين والتفاصيل. هو عباره عن كارديجان برضو، يعني في شويه اختلاف ان هو يبقى نص شويه ونص عشان ما نبقاش دايما في التوبيك ان احنا نبقى لابسين الحاجه، وكمان المره دي النص ده في شغل يدوي. والنص الثاني في برضو حط عليه زي مطيفه كده بومه، وبرضو هي كمان يدوي صح؟ دي حقيقه. تحفه قوي. طيب هي عايزه اعرف الماتيريال بتاعته ايه، وينفع يتعمل بماتيريال تانية غير دي؟ شكرا. ايوه اكيد كل الماتيريال تنفع، بس بنعرف ننسقها بحتت مختلفه، تنفع اي ماتيريال تنفع في اي حاجه عموما. طيب ممكن نشوف الموديل ده كمان، اتفضلي. ده ساتان صح؟ حلو قوي. انت الماتيريال دي اصلا هي الـ يعني الديجرادي بتاع الالوان ده اللي هو زي الامبري كده صح؟ أيوة. دي في القماشه نفسها، في أيوة الخامه نفسها. دي الماتيريال كده. لكن انت بقى مطعماه بحاجات على الكم وعلى الصدر صح كده؟ ايوه. حلو قوي. بس برضو من نفس القماشه. من نفس القماشه بس اخترتي يبقى يكون لون واحد. ايوه بس بنوظف بقى الجزء ده هنا والجزء ده هنا بحيث ان يطلع كده يعني. لا ماتشنج قوي وتحفه بجد. يعني فعلا مدياله شكل حلو قوي. شكرا. وده حلو مناسب قوي لكل الاماكن، يعني في رمضان بقى بالليل الخروجه عادي مناسبه، بتلبس تحفه يعني. وكمان مناسب على فستان، مناسب على بنطلون، على توب كروب، اي حاجه بينفع يتلبس، محجبات مش محجبات. كل الحاجات بتمشي. انت في حاجات معينه بيقولوا لك عليها بقى لو انا عايزه البس الكارديجان ده بس عايزاه اضيق بستايل معين، بتعملي برضو ولا لا خلاص؟ لا هو لا. كله خلاص، كله نفس الفكره. علشان بيبقى عشان اريح ليا يعني. كان بتفضلي ان انا بعمل الديزاين وهم بيشوفوا الديزاين لو اوكي بالزبط. بس طب بتطوري بقى من فكره التصميمات ازاي؟ بشوف احنا الدنيا ماشيه ازاي، الموضه بتتكلم عن ايه، الافكار، الالوان، البنات بتميل لايه اكتر كده يعني. طب افرضي البنات بقت متجهه مثلا لحاجه هتبقي صعب تعمليها، هتعمليها او غير او عكس؟ ما هو مفيش حاجه صعبه على اللي بيصمم، مفيش حاجه صعبه عليه. ممكن تكون عكس ستايلك، عكس دماغك، عكس ممكن اوظف ده بحاجه انا حاجه تبعي انا، يعني اخد جزء من البنات مايله ليه اكتر واوظفه لتبعي، احطه في مصلحتي. هو انا عايزه بس اسالك سؤال، انت عندك كام سنه؟ 24. يعني وقت ما بداتي تعملي تصميمات كنت 21 سنه. لا بجد برافو عليكي. عايزين نشوف الديزاين ده، اتفضلي.
ده حلو قوي برضو. ده الماتيريال بتاعته كده؟ ايوه هو ده كده. اصل الورد كدا. الورد موضه جدا السنه دي، الورد دي بارزه. ده ورد بارز برضو، لابس برضو زي ما هي لابسه سواريه عادي. مناسبه بسيطه، كتاب فرح. وعايزه اقول لك على البحر تحفه برضو. والله بجد اتلبس على البحر تحفه، مش باين اي حاجه ان هو. ودي فكرتي عموما. وجينز، ويتلبس على توب ابيض وجينز. أيوة. وكل حاجه هيبقى دي شكله تحفه. دي حقيقه. لا بجد خطير، شكرا. لا يا امنيه انا شايفه حاجات حلوه مع انك سنك صغير، بس يعني برافو بجد عليكي. برافو، ربنا يخليكي يا رب. شطوره. ممكن نشوف الموديل ده؟ حلو قوي. بصي الالوان، حاسه ان ايه ده يعني فعلا زي ما انت بتقولي. على البحر اوكي. على وبعدين في حاجه كمان عجباني يعني المقاسات. اوفر سايز اي حاجه. ده علشان بقى ما يبقاش في حيره في السايز. طب لو مثلا في حد، طيب يعني بس يعني ده حد مثلا عايز حاجه اوفر سايز، عايز بلس سايز، علشان السايز بتاعه مش زي أيوة. السايز اللي عندك هتعمليها ولا لا؟ في الحاله دي ممكن اعملها، عشان انا عارفه ان الناس دي بالذات بتلاقي صعوبه في العموم في ان هم يلاقوا لبس ليهم والحاجات دي كلها. في الحاله دي ممكن اعمل. حلو قوي، فظيع بجد، شكرا. ده الماتيريال بتاعته مختلفه عن باقي الخامات اللي احنا شفتها. ده شيفون. ده شيفون. شيفون ديجرادي. حلو برضو لل... أيوة. بس حلوه، حلو قوي يعني حلو ان بقى في اقمشه منها فيها الديجرادي، فيها الالوان، فيها الوردات البارزه. احنا يعني تقريبا زمان ما كانش فيه، كان كل حاجه بتطعم في جزء جزء جزء، علشان جزء. تقعدي تعملي ده كان بياخد وقت طويل. دي حقيقه، ده سهل علينا احنا بقى الدنيا، بس الشاطر بقى اللي يعرف يوظف الدنيا دي بقى كلها. انت شطوره كده كده. ربنا يخليك. الله، ممكن نشوف الموديل ده؟ رهيب، فظيعه بجد. دي مناسبات ورمضان ويعني لا خطيره. دي الماتيريال بتاعتها ايه؟ ده برضو ستان لوريال. حلوه 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 بجد، وكمان يعني دي فعلا محجبات وغير محجبات. انا عجباني قوي ولونها حلو قوي. دي بتتربط من جوه؟ من جوه، عشان بس عشان كده ضيقه من الوسط، عشان لان اللي بتربط من بره بيحس ان هو لو حد محجب بيبقى متضايق شويه من البوينت. ناس ما بتحبش شكل الحزام بيبقى باين من بره. دي حقيقة. خصوصا ان هي ممكن نشوف الموديل من ورا، خصوصا ان هي من ورا برده نازله واسعه وفضفاضه، فيعني اعتقد ان الحزام ده بيتحكم بقى. دي لو حقيقة. انا حابه اخليها ضيقه قوي او اوسعها شويه، تجيب شيب الجسم اللي لابس بقى، وممكن مربوطهاش بالظبط. يعني في ناس ممكن تاخدها تلبسها على حجاب تبقى عايزه حاجه واسعه قوي وما تربطهاش. دي حقيقه. امنيه انا بشكرك جدا جدا، نورتيني. وكمان هنشوف البيج بتاعتك بتاعت انستجرام، هنشوفها على السكرين. وعشان لو حد عايز يتواصل معاكي، انا بشكرك قوي قوي. وانا كمان بشكرك، انا مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده حبيبتي، نورتينا. وخلصت حلقتنا النهارده، واشوفكم في حلقه جديده من احلى واحده.